جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: ما حكم إذا وجد شخص طفل صغير في الصف الأول وقام هذا الشخص بإخراج الطفل ودخل في مكانه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ وهل الأطفال من الأفضل أن يصلوا في الخلف أم ماذا، مأجورين؟ إذا كان الطفل مميزا وقد جلس في مكان في الصف الأول أو فيما سواه فإنه لا يجوز لأحد أن يخرجه من الصف، لأن ذلك جناية عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يقيم أخاه من مكانه ويجلس فيه ما لم يكن من الصبي حدث من لعب أو نحوه، فحينئذ يتكلم مع وليه ويشير عليه أن لا يأتي به لأنه يؤذي المصلين ويشوش عليهم، فإن منعه وليه فهذا المطلوب، وإن لم يمنعه فللقيم على المسجد أن يمنعه، أن يمنع هذا الطفل. وأما مع أدب الطفل وعدم أذيته فإنه كغيره من المصلين، له الحق في المكان الذي يجلس فيه لما ذكرنا من الحديث، ولأن إخراج الطفل من مكانه يجعل في نفسه عقدة لكراهة المسجد والحضور إليه وكراهة الشخص المعين الذي أقامه، وكل هذا أمر لا ينبغي أن يحدث. وأما حشر الأطفال في صف واحد وراء الكبار فهذا يؤدي إلى أن يتأذى المصلون منهم أكثر فأكثر، لأنهم إذا اجتمعوا في صف واحد حصل منهم الكلام واللعب فيتأذى المصلون بهم. ولا ينافي ما ذكرته الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فإن هذا الحديث فيه الحث على تقدم البالغين ذوي العقول، وليس فيه منع من دونهم من التقدم. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي منع من دونهم من التقدم، لقال: لا يلني إلا ذوي الأحلام والنهى. ومن المعلوم الفرق بين الصيغتين، أعني قوله ليلني منكم أولو الأحلام والنهى وقوله لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى. نعم.